أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها. مناطق الجنوب تعاني نقصا من مصل العقرب، البعثة الأممية تحذر من استخدام القوة لتسوية مزاعم الشرعية، مكافحة الأمراض تؤكد أن المستوى الوبائي في ليبيا لا يزال مطمئنا. أكد مدير جهاز الإمداد الطبي أن مناطق الجنوب تعاني نقصاً شديداً في مصل العقرب، إذ تسلم نحو 100 جرعة فقط وجرى توزيعها على المرافق الصحية في الجنوب، وتستقبل مستشفيات الجنوب ما بين 20 و35 حالة إصابة بلدغات العقارب في الأسبوع. أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري الغازية للشبكة العامة الخدمة بعد استكمال اختبارات التشغيل، مضيفة أن اللجنة الاختبارات أجرت أعمالها على الوحدة ليكتمل معها تشغيل جميع وحدات المحطة الأربع، متوقعة أن يسهم ذلك في تحسين أداء الشبكة. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها مما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، محذرة من أن استخدام القوة من أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي. في ظاهرة نادرة الحدوث، خلال شهر أغسطس فوجئ سكان شرق ليبيا بهطول أمطار غزيرة مع سحب رعدية، وبحسب خبراء في الأرصاد الجوية فإن هذه الظاهرة قد تستمر ليومين، يتبعها منخفض جوي قادم من أوروبا الشاهقة المالية التي لا تظهر إلا في الخريف. قال نائب رئيس اللجنة العلمية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المستويات الوبائية في ليبيا لا تزال في مؤشر مطمئن ولا يعد خطيراً، مؤكداً أنه لن يتم الإعلان عن استقرار الوضع الوبائي رسمياً إلى حين التأكد من انحسار التزايد في عدد الحالات الموجبة من فيروس كورونا. أسدل الستار في بنغازي على نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين تحت 15 عاماً بتتويج نادي الجزيرة بالكأس والذهبية في البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال بنتيجة 35 نقطة مقابل 31 نقطة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.